تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم جمعية مهرجان الرباط الدولي للثقافة والفنون الدورة 18 للمهرجان الدولي لسينما المؤلف من 22 إلى 30 يونيو 2012. عرض لأفلام من كافة بقاع العالم، حضور مخرجين ونجوم دوليين كبار للمشاركة في جائزة الحسن الثاني الكبرى. الدورة 18 للمهرجان الدولي لسينما المؤلف من 22 إلى 30 يونيو 2012 بالرباط.